بين ليلة وضحاها تحولت إسرائيل من مستورد للطاقة إلى مصدر لها، فاستخراجها للغاز من أعماق مياه المتوسط حتى من مناطق متنازع عليها سيجعل من اقتصادها أكثر اعتمادا على تصدير الغاز. وليس إعلان إعادة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية إلا جزءا من بداية استغلال ورقة الطاقة في السياسة الخارجية الإسرائيلية، في ظل حديث رسمي عن دراسة سبل مد تركيا بجزء من فائض الغاز الإسرائيلي بعد تدهور علاقات أنقرة بموسكو. ليس صدفة أن حدثين أساسيين وقعا في الأسبوع نفسه، التصديق على اتفاق الغاز وفي نفس الوقت التوصل إلى اتفاق إسرائيلي تركي بخصوص أزمة أسطول مرمرة. إسرائيل تحولت إلى مزود للغاز، ولتركيا مصلحة في بناء علاقات معها. وقبيل إعلان الاتفاق الإسرائيلي التركي، صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق استخلاص الغاز الطبيعي مستعينا بقانون الطوارئ، بعد أن تذرع بأسباب أمنية من دون الخوض في تفاصيلها، على الرغم من الجدل الواسع الذي أثاره الاتفاق في أوساط المعارضة لما قالت إنه احتكار الشركات الكبرى لاستخراج الغاز من دون التحكم بأسعاره. لا جديد تحت الشمس، السياسة نفس السياسة سواء على الصعيد المحلي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الخارجي، السياسة نفس السياسة، بنكمل المشروع بالتخويف والترهيب هاي، وإذا احتجنا الموضوع الأمني موجود، هاي يعني ورقة الجوكر اللي رئيس الحكومة بيستعملها عند الضيق. وستتولى شركتا ديلك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية استخلاص الغاز، وهو أمر أضاف للمعارضة ادعاء وجود مصالح أمريكية خفية في التصديق على اتفاق الغاز. مصدر جديد للطاقة ستستغله إسرائيل في السياسة أيضا، فعلاقاتها بمصر لم تعد منوطة باستيراد الغاز كما كان في عهد الرئيس الأسبق مبارك، كما أن احتمال تصديرها الغاز لتركيا قد يدفع أنقرة لتعديل بعض مواقفها المناهضة لإسرائيل في ظل تبدل الحسابات في المنطقة. شيرين يونس، كاي نيوز، القدس.